تحية كبيرة لعبد الله في مباراة الليلة. الوزراء المصري السيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أستاذ دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، السيد الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والسيد الدكتور مدحت البلتاجي نائب أول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والسيد بيدرو جودينيو نائب ثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد. والآن نعلن عن مفاجأة البطولة، إسناد بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها 26 يناير 2024 لمصر والمؤهلة لأولمبياد.